بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسر. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل مع بعض حاجات لذيذه جميله كده، في حاجه ممكن تاخد سريعا تخلص بسرعه، وفي حاجه هتاخد وقت شويه. يعني هنعمل نوعين من اللحوم. النوع الاولاني هو عباره عن كفته ولكن مش اصابع، كفته صينيه. هنشوف مقاديرها ونعملها مع بعض، بس قبل ما نقول مقاديرها عايز اذكركم بصفحتنا، صفحه الحياه تي في اللي قدامكم. ابعتوا لنا كل اللي انتوا عايزينه علشان خاطر نقدر نتواصل معاكم ونقدر نلبلكم كل رغباتكم. الوصفه الثانيه هتبقى عباره عن قطعه لحمه كده هتبقى متغرقه بالمستردة والثوم وحاجات لذيذه، ولكن اما يجي وقتها هنشرحها ونشوف هنعملها ازاي. عشان كده هنبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول الوصفه بتاعت الكفته الصينيه. اول حاجه هيبقى عندنا نص كيلو من اللحم المفروم الاحمر، و100 جرام ليا مفرومه، 100 جرام من اللية المفرومه، وكمان عندنا 2 ثمره بصل مفرومين، و2 طماطم مبشورين، وثلاث وفصين ثوم، وقرن فلفل رومي مفروم، قرن فلفل رومي مفروم ناعم، وعندي كمان معلقه من البهارات، رشه شطه، نص معلقه من الكزبره الناعمه. بعد ما نخلط الخليط ده كله مع بعضه ونفرده في الصينيه، هنحط عليه شويه شرايح بصل، فلفل حامي، طماطم، فلفل رومي، الحاجات الموجوده عندنا كلنا هنحطها بمنتهى البساطه. طيب انا تاني هنقول المقادير ولكن هنشتغل مع بعض واحده واحده. اول حاجه هناخد اللحمه ننزلها كده ونحط عليها المنكهات الاول. اشمعنى بقى؟ علشان اما اجي اضيف عليها بقيه الخضروات بتاعتي تتشرب منها، بس تتشرب الاول من المنكهات. رشه صغيره من الشطه، وعندي هنا الكزبره الناعمه، البهارات، اقلب كل ده مع بعضه مع ملح وفلفل، شويه من الملح وشويه من الفلفل. جميل. بعد ما حطينا هنا على اللحمه زي ما قلنا الحاجات المنكهات بتاعتي اللي هي الحاجات الناشفه، جميل، قلبتها كده اتشربت منها اهو. ناخد اللية المفرومه، قطعه من اللية، طبعا لعشاق اللحم الضاني. لو انتم مش عايزين لية مفرومه هنجيب اي قطعه دهنه، دهنه لحمه ونفرمها، ولكن اللية هنا بتديها طعم مختلف خالص، حاجه كده روعه الروعه. نقلب، نيجي بقى نرجع تاني. لو لغايه هنا احنا عملنا كفته حلوه قوي وممكن نصبعها، بس بعد ما نضيف عليها البصل ارجع تاني اهو، نكون عاملين البصل بتاعنا لو عايزين نعمل كفته الحاتي، الكفته اللي بنشتريها جاهزه، نفس الطريقه دي اللي احنا عملناها، ولكن البصل بتاعنا ده يكون مبشور وعصرناه، عصرناه جامد. بعد ما ببشر البصل واعصره باخد تفل البصل كده اضيفه. انا حبيت بس اوريكم تفصيله تفصيله. نقلب كل ده مع بعضه، بقت عندي كده كفته الحاتي، الكفته اللي بناكلها بره. تمام، حلو. في ناس ما بتحبش تحط بصل كتير في اللحمه او في الكفته بتاعتنا، ممكن يحطوا التتبيله اللي احنا حطيناها اللي هي البهارات الموجوده عندي مع الحاجات كل خلطه التتبيل اللي عندنا. تمام، بصوا بقى لغايه كده الخليط ده ينفع كفته نصبعها يبقى زي الفل. الله ينور يا ياسر، حلو قوي كده، جميل. عندي هنا بقى شويه حاجات اضافات، زي الثوم اضافه جديده اهو، ثوم مطحون، وزي الفلفل الاحمر المفروم، والطماطم المبشوره. ونرجع نقلب تاني. بيحصل ايه بقى؟ الخليط اللي بيندمج مع بعضه ده لما باجي اسوي السوائل الموجوده هي اللي بتسوي لي اللحمه دي. يعني ايه؟ اول ما بدخل الفرن في الصينيه بتاعتي بيحصل ان هي بتنزل جزء من السوائل الموجود في الخضروات مع جزء من اللي تسيح، تبص تلاقوا في طبقه كده سايله زي ما تكون ميه بسيطه، الميه دي بتسوي لي اللحمه بتبقى طعمها تحفه. انا بس بقلب كل ده عشان ما يبقاش في حته ما فيهاش خضار وما فيش حته ما فيهاش لحمه. وبجد لو انتم معانا هنا في الاستوديو هتشموا ريحه خليط روعه الروعه اهو. اهو تمام. طيب الخلطه دي او التتبيله دي ممكن اعمل بيها ايه تاني؟ ممكن اعمل بيها حواوشي، حواوشي عادي. تمام،
ممكن اعمل بيها ايه تاني؟ ممكن اعمل بيها اللحم بعجين، اجيب عجينه كده مخمره، يعني عجينه كده كامله التخمير زي عجينه المخبوزات، واحط عليها قطعه من اللحمه دي وافردها وادخلها الفرن. طبعا كل اللي انتوا عايزين تعملوه من الحكايه دي، ممكن ان شاء الله في مرات اللي جايه نوريكم هنعمل بيها ايه كمان. بس فيها يعني ده انا هعمل لكم اختراع منها، خلاص جات لي فكره حلوه قوي هنعملها. هنجيب الصينيه بتاعتنا اللي هي صينيه عاديه زي اللي بندخلها الفرن، وندهنها بزيت بزبده كويس قوي كده. ليه بقى؟ عشان خاطر ما تلزقش معانا، وثانيا تسويها اسرع. اهو دهنا، هناخدها ونروح على هناك تمام كده، ونقول بسم الله، وننزل خليط اللحمه دفعه واحده. مش عايز اقول لكم على طعم وحلاوه اللحمه دي. نضغط ما تقلقوش بقى لغايه ما نساوي خالص شكل الصينيه. هي هتطلع بالشكل ده؟ لا خالص، ده هتكش كده في نص الصينيه وتبقى شكلها مختلف، بس هتبقى طعمها برضو حلو قوي. وهوريكم هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. انا تعمدت ان انا اعملها الاول عشان دي تستوي معانا ونشوف شكلها. انا ممكن اضغطها بايدي، بس انا طبعا ايه بالمعلقه كده عشان نساويها كلها. اول ما تتساوى معانا اهو نرجع تاني بقى نساوي، نسيبش ولا حته. جميل، نحاول نخلي شكلها من فوق متساويه. نيجي هنا بقى بعد ما حطينا كده كل ده، شرايح من الفلفل لو حابين تمام كده، بصل برضو، الحاجات دي بتدي طعم جوه الاكل بتاعنا اهو. طماطم في الحروف دي، مع شويه بقى سلطه الطحينه، بابا غنوج، زبادي، اي سلطات كده شرقيه، وشويه عيش كده بلدي، روعه الروعه. جميله، خلصنا كده. نساوي بس ايه، نجيب منديل علشان ننضف حروف الشكل اهو من بره، ما تبقاش لازق فيها حاجه خالص. بعد ما بننضفها كده تمام التمام، ناخدها اهو. بصوا بقى الشكل اهو، حلوه قوي يا جماعه، وحاجه ده قبل التسويه. بعد التسويه هتبقى شكلها مختلف وطعمها احلى بكتير، عشان كده هناخدها دلوقتي. نرفع بس كل الحاجات الزياده دي وناخدها ندخلها الفرن. في البدايه على ارضيه الفرن، في البدايه على ارضيه الفرن. طب انت حطيت هنا الصاج الكبير ده ليه يا شيف يسري؟ هقول لكم ليه، لان انا لو انا حطيتها في الفرن بعد شويه هتبدا تنزل السوائل وتغلي، فهتطرطش تغرق لي ارضيه الفرن وتحرق الدنيا. فعشان كده احنا زي ما قلنا الخليط ده نحط لها صاج من بره، علشان كل الزيادات اللي هتطلع معايا تطلع جوه الصاج، ما تطلعش على ارضيه الفرن. ارجع اغسل الفرن، يبقى انا اغسل هنا الصاج فقط، ما اغسلش ارضيه الفرن. هنروح هناك تمام كده بسم الله، وننزل على الارضيه الاول اهو تمام، ونروح نوريكم شكلها بعد ما استوت. ده منظرها وده شكلها. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب عيش بلدي وافتحه نصين، وندهن طحينه او بابا غنوج ونقطع كده ونحشيها، واللي طالعه من الفرن سخنه دي هنعملها ونوريها لكم. علشان كده انا حبيت اوريكم شكلها لما بتطلع بتبقى عامله ازاي، مستويه 100%، ولكن بهشاشه. يعني ايه هشه؟ يعني شايفين صباعي عامل ازاي؟ وريحتها روعه. انا هحشي دلوقتي او اعمل شويه من السندوتشات بسيطه كده بالكفته دي، والكفته اللي طالعه في الصينيه هنقدمها زي ما هي. عشان كده هستاذنكم هناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنكمل مع بعض ونعمل نوع من اللحوم حلو قوي طعمه روعه بالمستردة والعسل. ولكن بعد فاصل سريع خليكم معانا، الجديد الممتع التعليمي هتشوفوه مع الشيف يسري برنامج مطبخ الحياه، ولكن بعد الفاصل.